السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في فيديو اسمه أسهل طريقة تكون مدير مشروع أو بيم مانجر، وشوف الحمد لله بشكل حلو والتعليقات أو اللايك عليه كويس، بس في كومنت جميل جدا عجبني. من فضلك أنا عندي كمية معلومات لا بأس في مجال البيم، بس عندي شك في نفسي، مش واثق في نفسي. عاوز أسأل حضرتك إيه هو المطلوب من الكم المعرفي عشان البداية، وريت تعطينا مثال على بدايتك. وشكرا. سؤال جميل. طيب انا مش لازم اعرف كل حاجة عشان ابدأ اطبق، انا لو عرفت معلومة وطبقتها هتثبت، انما لو قعدت اتعلم وما بطبقش هيتنسي، دي حاجة ثابتة. انا في برامج انا بشتغل بيها بشكل يومي فحافظها، لو سألتني عنها وانا سايق السيارة اقدر اقول لك تعمل كذا خطوة 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 وانا سايق، ويعني خلاص حافظها صم. في برامج تانية حضرت فيها 5 6 كورسات لكن ما بطبقش، ما مش موجوده في شغلي، تمام؟ زي مثلا 3D Max. 3D Max ما بستخدموش في شغل كتير لان الموديل كله بعمله على برنامج اركاد او ريفيت او والرندر، في برامج كتيره بتعمل رندر، فنادرا لما بشتغل على 3D Max فنسيته. يعني صريح جدا، في برامج الواحد بعد ما بيتعلمها ما بيطبقهاش كتير بينساها. مره كنا في مشروع وقالوا لنا يلا هنشتغل سيفل 3D، تمام؟ فسطبت البرنامج وبدات اتعلم هو الحاجات دي كلها. بعد فتره بسيطه جدا ايام قالوا لنا عمر هيخش يشتغل في حاجه تانية في الكوردينيشن، فخلاص ما طبقتش، تمام؟ يعني بتعلم بس ما بطبقش فبتنسى. فاحسن حاجه ان انت تطبق، حتى لو انت مطلوب منك تشتغل كاد، لا انا مؤمن ان البيم ده هو المستقبل، فانا هعمله بيم واصدره كاد. واحسن حاجه لما تكون شغال مع فريق، ويكون الفريق ده يعني في حد مثلا خبرة عنك شوية فتبدأ تستفاد منه، تبدأ تتكلم معاه، واحد مثلا بين مانجر أو بين كوردينيتور، فيقول لك اختصر عليك الطريق. يعني احنا بنجرب كذا طريقة غلط لحد ما عرفنا الطريقة الصح. يعني أنا أول ما بدأت ما كانش فيه اليوتيوب أصلا عشان الواحد يدور المعلومات، ما كانش فيه شرح لعربي ولا إنجليزي، فكان الموضوع صعب جدا. الكلام ده في 2006 و2007، فكان فيه صعوبة جدا في إن أنت تلاقي المعلومة، مفيش حاجة غير تراي اي اند ايرور، بتجرب وتغلط وتجرب وتغلط وتشوف رسالة خطأ وتعمل وحاجات زي كده. وانا سطبت الريفت مثلا ما كانش عندي اي فاميلي خالص، فكل ما تيجي تعمل حاجه يقول لك لا مفيش ومفيش موقع تحمل منها فاميلي، فكانت الموضوع كارثي. يعني اصلا النت كان بطيء، قعدت كذا يوم عشان احمل البرنامج فاضي، تمام؟ من غير فاميلي، يعني النت بطيء فمحملش فاميلي، حمل البرنامج بصعوبه. وقعدنا نحاول فيه لحد ما بدأنا نلقط منه واحدة واحدة. فهي الفكرة كلها إن لازم يكون عندك عزيمة وحرص، ويكون معاك أستاذ تتعلم منه، وإن أنت ما تيأسي وتقعد تجرب وتقعد تحاول، ويبقى عندك إن ده هتغير مستقبلك. يعني مش حاجة أنت بتتعلمها تسلية، لأ ده أنت هيبقى في فرص عمل تفتح لك، ممكن تسافر من بلد لبلد أخرى عشان انت بتجيب تكنولوجيا جديدة مطلوبة في السوق دوت، او اصبحت اجباري مثلا في بريطانيا، فبيقول لك احنا محتاجين حد يجي يشتغل، ففي فرص ان شاء الله كويسة للناس. فابدأ من النهاردة، ما تستناش ان انت تعرف كل الحاجة، تمام؟ لو انت عايز تبقى مثلا ريفت او بيم سبيشاليست، ابدأ طبق وابدأ نفذ والحاجات دي كلها. عايز تبقى بيم كوردينيتور وانت بيم سبيشاليست، ابدا نسق مع زمايلك وابدا احضر الاجتماعات والحاجات دي كلها. عايز تبقى بيم مانجر، ابدا اقرا في الاكواد، وان شاء الله هتلاقي على قناه بيم اريبيا كل الفيديوهات او كل مصادر التعليم اللي ممكن تفيدك، سواء لو انت عايز تبقى بيم سبيشاليست او بيم كوردينيتور او بيم مانجر، وكلها مجانيه وكلها يعني سهل ان انت تسمعها، بس السماع مش كافي، المهم ان انت تطبق. يعني مثلا لو احنا بنشرح في البيم ازاي تعمل بيم سيستم بلان، ما تسمعش وتقول انا فهمت، لا طبق. انا كنت بدي كورس وكان فيه ناس عرب وناس اجانب، فكان العرب معاهم اللابتوب والاجهزه، والاجانب ما كانش معاهم الاجهزه والحاجات ديت، اخواننا من الفلبين ومن الهند ما كانوش جايبينها، تمام؟ بس لما نيجي نطبق الاقي الفلبيني واخد الجهاز، انا والعربي يقول لك انا فهمت خلاص مش محتاج اطبق. لا طبق، لان الدماغ بتشتغل اكتر لما تطبق. انا لما بتعلم انجليزي لازم معايا ورقه وقلم واقعد اكتب الكلمه كذا مره، عشان النطق مع السماع مع الكتابه هيخليها اقوى، انما السماع بس هتنسى على طول. فاهم حاجه نطبق، اهم حاجه نحاول نشتغل مع فريق، اهم حاجه نتعلم من اكثر مننا علما واللي زينا علما واللي اقل مننا علما،
لان ده هو ده افضل حاجه. يعني ما حدش هيتعلم صح غير لما تتواضع للاقل منك وتقعد مع اللي اكبر منك واللي قدك، ولازم تتعلم كله على اساس تنفع ان انت في المستقبل الناس تتعلم منك.